أهلا بكم. يوم مهم جدا في عالم العلم والعلم المتخصص جدا جدا عالم الجراحات. البنكرياس هحكي لكم قصته قصة طويلة شوية يعني، بس أنا هختصرها لكم لأنها قصة مشيرة جدا. البنكرياس اكتشف تخيلوا سنة 335 تقريبا في الفترة دي قبل الميلاد على إيد جراح يوناني اسمه هيروفيلس. وبعد ده بمئات السنين الطبيب اليوناني روفوس بعد ما اكتشف، شوف بص يعني ده قديم قوي، اطلق على البنكرياس اسم بنكرياس. وبنكرياس كلمتين على فكره، كلمه بان دي تعني الكل، كلكم عارفين في الطب بان يعني جميع، وكرياس تعني اللحم، فهو اطلق عليه كل اللحم، بس ده مش كل اللحم طبعا. جه بعد كده هو طبيب اسمه ويرسونج، ده اكتشف قناة البنكرياس الرئيسية، البنكرياتيك داكت الرئيسية. في 1846 كلود برنارد اكتشف ان البنكرياس له دور في هضم الدهون. في عام 1889 اكتشف نفس كلود برنارد ان في التهاب كبد ممكن يجي، وجه برضو اكد هذا الكلام ريجينالد فيدز في سنة 1922. بانتينج اكتشف ان البنكرياس ده مهم جدا بيفرز ماده بتعالج مرض السكر عند الكلاب، يعني هو اكتشف مرض السكر عند الكلاب وربطوا ان البنكرياس بيفرز الماده اللي هي الانسولين يعني. بانتينج كان اول واحد يكتشف ده. في 1940 ويبل المشهور جدا جراحيا اكتشف او عمل اول عمليه، حط برنسبل الاساسيه لاول عمليه استئصال البنكرياس والاثنى عشر. وظل البنكرياس في عالم الطب العضو شويه الغامض في الجراحات، العضو اللي يخاف تخاف منه. جراحين البنكرياس معدودين على الايد الواحده في مصر وفي العالم، برضو عددهم قليل جدا لانه اورجن حتى احنا ما شفناهوش في المشرحه، يعني احنا واحنا بنتعلم تشريح ما شفناش البنكرياس ده في المشرحه لانه بيتفرول وصعب جدا ماسكه، صعب لانه نسيج سوفت يعني، النسيج يعني طري قوي قوي وسهل جدا يتفتت. فالنهارده هنتكلم على هذا العضو المهم جدا، وهنستمتع بحوار ممتع للغايه اكيد مع ضيفي اللي انا بفخر بوجوده معنا بلا شك وبسعد بوجوده معنا، القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد عبد الغفار، استاذ جراحات وزراعه الكبد الاستاذ بكليه الطب وزميل جامعه ايسب بالمانيا لجراحات الكبد والقنوات المريه والبنكرياس وعميد معهد الكبد السابق. اهلا بيك دكتور محمد. اهلا بحضرتك. ايه رايك في شويه التاريخ الحلوين دول؟ لا جميله فعلا، انا بحب اشرح بحب احكي التاريخ. ويمكن كان اهمهم بالنسبه لي الويبل، انها تاريخ قديم قوي. يعني من العمليات القديمه فعلا، ان 1940 بنتكلم في 60 70 سنه مثلا. 80 سنه داخلها، 80 سنه دلوقتي. داخلها 80 سنه بالظبط. لا والكوميديا انا بالنسبه لي بنكرياس بان وكرياس يعني انا ما كنتش اعرف بجد ان بنكرياس اصلها كلمتين. ايوه لغايه النهارده بان كل وكرياس اللحم. انا عايز ابدا النهارده بقى بحوارنا، ايه عمليه ورم البنكرياس؟ يعني يمكن عشان بس نفهم قصة ورم البنكرياس محتاجين نفهم تشريحيا موقع البنكرياس شوية. البنكرياس مشكلته أنه هو موجود في الاثنى عشر محوطاه كده، كأنه في حضن الاثنى عشر، والاثنى عشر دي هيفتح فيها قناة البنكرياس ويفتح فيه قناة المرارية. يعني الصورة اللي احنا شايفينها هي قصادنا البنكرياس اهوت، واللي حواليه دي الاثنى عشر، وهتفتح فيه قناة البنكرياس والقناة المرارية. ايه اهمية الكلام ده؟ ان الاثنى عشر دي بتاخد حتى التغذية بتاعتها الدم بتاعها من الشرايين بتاعت البنكرياس، وبالتالي هما الاتنين مرتبطين ببعض، ما يعرفوش يعيشوا بعيد عن بعض. ده بيخلينا في العملية مضطرين، يعني كان لأول وهلة ما حد هيفكر ان مثلا في ورم في رأس البنكرياس، طب ما انا اشيل رأس البنكرياس وخلاص، حاجة سهلة. لكن عملية ما تنفعش، ليه؟ لان قلنا راس البنكرياس متحوطه بالاثنى عشر اللي معتمده في دمها حياتها على راس البنكرياس، فطالما شلتها لازم هضطر اشيل الاثنى عشر، وطالما شلت الاثنى عشر بشيل جزء من المعده اللي هو بدايه الاثنى عشر، ونهايه الاثنى عشر اللي هو جزء من الامعاء، ادي كده حاجتين اضطريت اشيلهم. ثم معدي جواها قناه المراريه، فانا مضطر اشيل القناه المراريه، واذا شلت القناه المراريه لازم اشيل المراره، والى الان هيجي له التهابات في المراره. يبقى اذا الموقع البنكرياس فرض علينا ان احنا نشيل حاجات كتير يمكن تبان ان هم ما لهمش علاقه بالموضوع،
فانا مضطر ان اشيل راس البنكرياس ده الاساس، لكن هشيل معاه اثنا عشر جزء من المعده، جزء من الامعاء، مراره وقناه مراريه، وارجع اوصل الحاجات دي تاني. دي اللي هي العمليه اللي بنسميها الويبل، ودي العمليه اللي بنضطر نعملها في اورام راس البنكرياس. نسبه نجاح العمليه دي قد ايه؟ والله دي من الحاجات اللي تطورت كتير قوي في السنين اللي فاتت، يعني كنا بنتكلم مثلا من 20 سنه كانت نسبه نجاحها 60-70%. وبتكلم النجاح ده المقصود بيه ان ما يحصلش وفيات بعد العمليه مباشره. احنا دلوقتي بنتكلم الى 95%. فرغم انها عمليه تبدو ان هي فعلا كبيره، يعني بتشيل حاجات كتير، لكن المفروض انها لا تقل عن نسبه نجاحها 95%. وده طبعا يعتبر انجاز كبير جدا في الطب. السؤال الثاني، يعني ال 5% الفشل، هل هم فشل العمليه ولا ممكن حياه المريض نفسها تبقى في خطر؟ لا، ما دي اللي بنسميها حياه المريض نفسها. لان هو هنا احنا زي ما قلنا العمليه بقت امنه، لكن انا بتعامل في منطقه صعبه قوي. صعبه في ايه؟ الشريان الرئيسي او الوريد الرئيسي اللي اسمه البورتال فين او الوريد البابي اللي بيغذي الكبد كله هو معدي ورا راس البنكرياس، ده هو حتى اللي بيفصل لي الجسم من الراس. يعني انا اعرف الراس من الجسم ازاي؟ بالوريد البابي. المكان ده اللي يفصل دي عندي. فده موجود فين؟ عند راس البنكرياس اللي انا هقطع فيها. الشريان الرئيسي اللي بيغذي الامعاء معدي في نفس المنطقه جنب الوريد البابي بالظبط. فانا بتعامل مع شريانين كبار جدا. الوريد الشريان اللي بيغذي الكبد معدي من فوقيه. يعني انا بتعامل في حته حواليها شرايين واورده في منتهى الاهميه. لو حصل لا قدر الله اصابه لاي حد في دول وما قدرتش ان انا اصلحه جوه العمليه، لا ده تؤدي الى الوفاه. في طرق علاجيه ثانيه جراحيه غير الجراحه للبنكرياس، خصوصا مثلا انه بنسمع عن محاولات للتدخل اشعه تدخليه، الكلام ده كله قيمتها ايه في الحاله؟ قيمتها في العيان اللي ما ينفعلوش عمليه وهي ليست شفائيه. يعني شخص خلاص انا وصلنا لمرحله ان هو ما ينفعش تعمله عمليه، وقدامي حلول زي اما اخد كيماوي فقط او اركب دعامه فقط، او اعمل حاجه زي التردد الحراري في حاجات اشعه تدخليه يحاول يحرق الورم، ولكن للاسف حتى اللحظه اللي احنا فيها ما هياش حاجه شفائيه، هي فقط بتحاول تسيطر على الورم شويه. لكن يعني الشفاء الحقيقي مش موجود غير في الاستئصال الجراحي. احنا قلنا نسبه النجاح 95%. طب بعد النجاح ما هو وارد ان تحدث مشاكل، هل المشاكل تعد يعني زي ما بيقولوا وصمه في النجاح ولا وارده مع العمليه؟ تعال نقول حاجات يعني يمكن مش حلوه بس لازم نتعامل مع الواقع بتاعنا، وهو نسبه ارتجاع الورم بعد ما نعمل عمليه كبيره ديت كام في الميه هيرجع لهم الورم تاني؟ في حدود 40%. الرقم فعلا كبير شويه، ولكن لو قارناه باي وسيلة أخرى غير الجراحة هنتكلم ارتجاع الورم في خلال 5 سنين من العملية. أي وسيلة تانية العام متوقع هنعيش أقل من سنة. فأنت لو وصلت حتى اللي هيرجع 5 سنين فده بيعتبر في الطب إنجاز. احنا دايما بنقيس حاجات الإنسان يعيش قد إيه. في أدوية عملت طفرة كبيرة جدا لمجرد أنها طولت فترة المريض من 12 شهر ل 16 شهر. اعتبروا إن هما كده عملوا طفرة جامدة جدا. فإن أتكلم في ورم بالصعوبة ديت نتكلم ان في 60% يخف خالص، 40% يرجع في خلال 5 سنين، دي تعتبر نسبه مش وحشه. طبعا بنحاول ان احنا نعلى بالنسبه دي، ودي نسبة العالميه مش دي عندنا. بنحاول نعلى بيها، لكن لسه برضه ما وصلناش للمرحله زي الاورام بنقول مثلا شفاء 90%. فدي لازم نقطه نبقى عارفينها والمريض يبقى عارفها من الاول، ان احنا عندنا نسبه ارتجاع وبالتالي في متابعه كويسه بعد العمليه. في مشاكل اخرى قد تحدث من العمليه مقدور عليها شوية، يعني أخطرهم ويمكن العملية دي كلها يعني مبنية على الحتة دي، توصيلة البنكرياس. توصيلة البنكرياس، البنكرياس على الرغم إن هو عضو جميل جدا ومهم قوي في الجسم وهضمه بيهضم البروتين والحاجات ديت، لكن هو زي ما بيهضم البروتين ده ممكن يهضم التوصيلة اللي احنا عاملينها، فدي الكارثة. التوصيلة دي بتبقى نوعها ايه؟ الأمعاء. ما احنا مخيطينها بخيط. المفروض ان هو العصاره البنكرياس ربنا عاملها بطريقه ان هي ما تشتغلش غير في وجود وسط العصاره بتاعت الكبد نفسها. يعني الكبد تنزل عليها
فلما تنزل عليها الاثنين يتفاعلوا مع بعض وتشتغل تهضم الحاجه. فاحنا لما كنا عاملين توصيله التوصيلات ديت لو حصل تسريب في عصاره الكبد وحصل تسريب في عصاره البنكرياس الاثنين هيشتغلوا هيبتدي ان هو ياكل الخيوط اللي احنا موصلين بيها فتلاقي كل التوصيلات باظت. فاخطر وقناه البنكرياس دي قناه رفيعه جدا يعني عم نتكلم في حاجه حجمها 3 4 مللي بالكثير. فلو دي مش معموله مظبوط وحصل تسريب منها العصاره البنكرياس بتاكل بتاكل الانسجه وحتى المريض لو جاله تسريب هيقول لك الجلد بتاعه نفسه احمر كان في ميه نار عليه فعلا. فهي اخطر حاجه في العمليه كلها تسريب العصاره دي. الصوره دي ايه؟ دي العمليه بتاعت الويبل. يعني هو هنا بعد ما شال خلاص المنظر اللي فاضل لينا في الاخر بقى هذا المنظر اللي عندي البنكرياس وصلته بامعاء، معده وصلتها بامعاء، قناه مراريه هوصلها بالامعاء بعد ما شلنا الجزء الاساسي. لو اقتربنا شويه من المشاكل دي برضو عشان نفهم اسبابها وازاي نتجنبها. تعال نقسم زي ما قلنا ان في اي عمليه في عندنا مشاكل عامه للعمليات الكبيره كلها زي اي واحد داخل يعمل عمليه كبيره، وارد يحصل له مشاكل في الصدر، ما يحصل له مشاكل في الرئه، وارد ما يحصل له جلطات في الرجل، بس هنا مثلا جلطات الرجل تبقى اعلى شويه لان لقوا حاجه غريبه شويه ان في عوامل تؤدي للجلطه، سن كبير، الورم، العمليه الطويله، الحاجات دي كلها هنلاقيها موجوده في عمليه الويبل. العنين لو عنده كل العوامل ديت نسبه ان يجيله جلطه في الرجل من العمليه نفسها من 25 ل 40% رقم كبير جدا. وعشان كده بنشوف ناس كتير عملوا عمليه والعمليه نجحت بس للاسف المريض جات له جلطه ومات من حاجه شايف ان ما لهاش علاقه بالعمليه لكن هي ليها علاقه بالعمليه. عشان كده لازم نبقى واخدين بالنا ان المريض ده ياخد ادويه للسيوله قبل العمليه، يتحرك مباشره بسرعه بعد العمليه، يشرب ميه كتير بعد العمليه، ياخد دواء للسيوله بعد العمليه، اثناء العمليه نفسها بنحط اجهزه على الرجلين تمنع الجلطات، يعني خدنا بالنا من النقطه المهمه اللي هي الجلطات الكاس. دي المشاكل العامه. المشاكل الخاصه بقى انت قلت في الاول هل ممكن يحصل وفاه؟ ممكن جوه العمليه نفسها. ليه؟ زي ما قلنا ان الورم بيبقى قريب قوي من الشريان والاورده بتاعت الكبد والامعاء. لو حصل لا قدر الله ان اتقطع او تعور حاجه من دول دي قد تؤدي الوفاه جوه العمليه. أو إن حد ما يعرفش يتعامل معها صح فربط الشريان أو ربط الوريد هيؤدي إلى وفاة بعد العملية. عشان كده يعني دايما عندنا كده مشكلة مع الأطباء نفسها في الجراحة إن أنا رأيي ورأي ناس كتير إن جراحات البنكرياس المفروض يقوم بيها شخص بيشتغل جراحة بنكرياس فقط، ما هواش جراحة أورام وما هواش جراحة عامة. والفكره في ايه؟ في الحته اللي بنقولها دي دلوقتي، احنا عندنا ورم لازق في الاورده والشرايين اللي بيغذوا الكبد والامعاء. لازم تبقى انت اللي هيشتغل العمليه دي يبقى عنده قدره ان زي الصوره احنا شايفينها دي، ادي البنكرياس وادي الورم وهو راجل شادد الوريد البيبي للناحيه اليمين ديت شويه. النقطه دي ده احدى الكي بتاعت العمليه. احدى التركات مفاتيح عدم ارتجاع الورم. شايفين الجزء بتاع البنكرياس اللي ورا الحاجه المشدوده ديت ده اكتر مكان بيرجع فيه الورم. لو انا ما شدتش كده وشلت الجزء ده الورم بنسبه كبيره هيرجع. لو انا مش بعرف اتعامل مع الوريد دوت هخاف اشده. فانا هيبقى عندي سيناريو من اتنين، اما ان انا خايف فمش هشده وازود الارتجاع، او ان انا شديته واروح معوره اعمل مصيبه في المريض. عشان كده بنقول دايما مش دكتور جراحه اورام فقط اللي اشتغل الحكايه ديت ولا الجراحه العامه، لا ده حد متخصص في جراحات الاوعيه بتاعه البطن ديت اللي هو بره حاجه اسمها اتش بي بي. دكتور ده جراحات كبد قناه مرئيه وبنكرياس فقط غير جراحه الاورام. ليه؟ لان زي ما بقول لك الخوف من المنطقه ديت قد يؤدي الى حاجه من اثنين، يا ارتجاع للورم بنسبه اعلى يا اصابه لحد من دول، والاصابه لو ما عرفتش تصلحها يعني يموت في العمليه، لو ربطته هيموت بعد العمليه. الحاجات بقى الاساسيه في علاج المشاكل. المشاكل بتاعتنا هنقسمها مثلا ان ابتدينا اول حاجه لو حصل تسريب في عصاره البنكرياس. لو تسريب في عصاره البنكرياس فقط ان شاء الله بتعدي لوحدها، مجرد ان احنا بنسيب الدرنقه فتره، ساعات بندي بعض الادويه اللي تقلل عصاره البنكرياس، بعد فتره في اغلب الاحيان العيان ده بيعدي ان شاء الله. المشكلة الكبرى لو كان عنده تسريب في اتنين بقى وصلتين.
عصارة البنكرياس وعصارة المرارة. لو الاثنين دول جم على بعض هنا عندي مشكلة كبيرة جدا، لأن البنكرياس هيبتدي يهضم كل الأنسجة اللي حواليه. ساعات حتى ناس بعد العملية يجي لهم نزيف بعد 5-6 أيام ومش عارفين إيه اللي سبب النزيف. هو سبب النزيف إن حصل تسريب والبنكرياس ابتدى ياكل الأنسجة اللي حواليه، فابتدى ياكل أوردة أو شرايين، يحصل نزيف العيان ده. العيانين دول قد يحتاجوا إن احنا نخش فيهم مرة تانية ونفك كل الوصلات اللي احنا عملناها ديت ونطلع كل الوصلات دي على بره بأنابيب، ويحتاج تدخل جراحي بعد مثلا بأسبوعين أو شهر مثلا تكون الدنيا هديت شوية. يبقى البنكرياس منطقة مثيرة مثيرة للغاية، يعني أنا خفت عشان بدأت بالتاريخ بمد الخوف. ضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور محمد عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعة الكبد، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة أيسب ألمانيا لجراحات الكبد والقناة المرارية، وعميد معهد الكبد السابق، نورنا وكل سنة وأنت طيب. حاج الصحة والسلامة، خليكم دايما معنا. سلام.